طريقة الحصول على فيديوهات بدون حقوق للمونتاج زي الفيديو اللي شغال قدامكم ده من خلال مجموعة من المواقع اللي بتوفر لك فيديوهات مجانية بدقة عالية جدا توصل ل 4K في مختلف المجالات. الفيديوهات دي هتفيدك بشكل كبير لو انت عاوز تعمل قناة ثقافية زي قناة هل تعلم ومتع عقلك والقنوات دي. هنتعرف النهاردة ان شاء الله على 6 مواقع بتوفر لك الميزة دي، لكن يا ريت تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وكومنت علشان انا بتعبه في الاخر مفيش اي تفاعل. كفاية رغي ويلا بينا نبدأ. السلام عليكم شباب، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. في البداية ان شاء الله هسيب لكم لينك في الديسكريبشن تحت الفيديو في اول كومنت، لو انت ضغطت على اللينك ده هينقلك للتدوينة اللي هتلاقي فيها ان شاء الله لينكات كل المواقع بروابط مباشرة. اول موقع معانا وهو موقع بيكسلز. الموقع ده بيوفر لك صور وفيديوهات. الصور طبعا احنا عرفناها في الحلقة اللي فاتت، ممكن تدخل وتشوف الحلقة، والنهاردة هنتعرف على طريقة الحصول على الفيديوهات من خلال الموقع ده. بيظهر قدامك اللينك، لو انت ضغطت عليه بتنزل تحت بتلاقيه عارض لك مجموعة كبيرة جدا من الفيديوهات بدون حقوق تقدر تستخدمهم براحتك في المونتاج. وممكن برضو تكتب هنا الكلمة الدلالية بتاعتك، مثلا هو هنا كاتب لك، اعطيك هنا اختيارات هتلاقيه بيعرض لك مجموعة كبيرة طبعا من الفيديوهات. لو انت مثلا عجبك فيديو فيهم بتضغط عليه كده بتلاقي هنا كلمة free download، بتضغط عليها وطبعا ممكن تعمل معينة قبل ما تحمل، وبعدين بتلاقي التحميل بيظهر معاك. تاني موقع معنا وهو موقع بيكسابي. الموقع ده قبل كده شرحناه في الحصول على الصور، والنهاردة نتعرف على الحصول على الفيديوهات. بتختار من هنا فيديوز وبتلاقي تحت عرض لك مجموعة كبيرة طبعا من الفيديوهات بجودة عالية. ممكن مثلا تبحث كمان من فوق من هنا، تكتب الكلمة بتاعتك وتبحث. لو انت عجبك فيديو منهم بتضغط عليه، وبعدين بعد كده تصبر شوية بتلاقي هنا كلمة free download، بتضغط عليها وبتختار الجودة اللي بتكون اعلى جودة عندك وبتضغط على download، بتلاقيه بيتحمل معاك وطبعا تقدر تستخدمه براحتك. تالت موقع معانا وهو موقع في ديزي. الموقع ده بيوفر لك مجموعة كبيرة جدا من الفيديوهات المجانية والمدفوعة. بتلاقي الموقع بيظهر معاك بالشكل ده، ممكن هنا تكتب الكلمة الدلالية بتاعتك، وممكن تنزل تحت بتلاقي طبعا هو عرض لك مجموعة من الفيديوهات اللي بتفيدك برضو. مثلا لو انت عجبك فيديو منهم وانت عاوز تحمله بتضغط عليه، وبعدين بتلاقي هنا معينة ممكن تشوف الفيديو، وبعدين بتكتب هنا تضغط على free download وتصبر هنا 5 ثواني، وبعدين بتلاقيه بيتحمل معاك. رابع موقع معانا هو موقع cute stock footage. الموقع ده بيوفر لك كرومات وبيوفر لك فيديوهات مجانية. بتبحث في الموقع من هنا وتقول له search، لو انت عاوز مثلا عجبك فيديو تضغط عليه بعدين هنا بتلاقي في معاينة للفيديو، بتلاقي هنا داونلود فايل بتضغط عليها بتلاقيه بيتحمل معاك. خامس موقع معانا هو موقع Life of Vets. الموقع ده بيوفر لك مجموعة كبيرة جدا من الفيديوهات من غير حقوق. بتلاقي تحت هنا مجموعة من الفيديوهات هو بيعرضها لك، وبتلاقي هنا كلمة سيرش بتكتب اللي انت عاوزه وبعدين بتقوله على بحث. لو انت عاوز تعمل معينة بتشاور على الفيديو بتلاقيه تصور شوية وتلاقيه بيعمل لك معينة. لو انت عجبك فيديو بتلاقي هنا كلمة داونلود بتضغط عليها، بعدين بتلاقيه بيعرض لك مجموعة من هنا الجودات، ممكن تحمله ب 360 540 HD Full HD، بتحمله بالجودة اللي انت عاوزها، مثلا خلينا كده اللي هي Full HD، وبتحمل الفيديو. سادس واخر موقع معانا وهو موقع فيديفو. الموقع ده مشهور جدا، انا شفته يعني مشهور، لكن لاحظ فيه حاجة بيكون يعني لازم تكون انت تذكر المصدر اللي انت واخد منه الفيديو الموقع. يعني مثلا انت بحثت هنا عن كلمة مثلا، او اخترت فيديو عجبك فيديو بتضغط على الفيديو، مثلا انا عجبني الفيديو ده بتضغط عليه كده
وبعدين بتلاقي هنا كلمة، بتلاقي هنا المعاينة طبعا، وبتلاقي كلمة free download، بتضغط عليها بتلاقي هنا بيقول لك use forever، بتستخدمه للأبد براحتك، لكن يجب أن تذكر المؤلف. فأنت المؤلف ده هتلاقيه فين؟ أهو بيقول لك هنا author المؤلف video vo. لازم تذكر الموقع وتحط لينك الموقع يعني عندك في الفيديو او في وصف الفيديو، الصراحة مش عارف، لكن يعني ايه لازم تذكر المصدر. تضغط على free download وبعدين بتقول له هنا free download، وبتحمل الفيديو وبتستخدمه زي ما احنا عرفنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى انه يكون نال اعجابكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو وكومنت علشان نستمر في تقديم المزيد. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.